الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو بعد يا ولا ليال حدونا هنا كهذا وحير حال السلف مع الصلاة تتكي السلف كين أها صلاة كوهايين مسجد كورتو مسجد كنبي صلى الله عليه وسلم زبن كان وتاريخ دلواتن يسد حدي هجرة نبي صلى الله عليه وسلم أرن كان وحاوية دعذين كدعذي مسجد كرسولك صلى الله عليه وسلم أولو محاكو رذي لودي لي أولو قماذي خليفة دي مسلمين ته أرن كاسي دعي وحانسو ريسان إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إساق وكبحي قرقي سوى مسجد كنبي صلى الله عليه وسلم آذي إساق وروا إنو صلاة سبحدتك سوتو جيو dadki ayu safka galay masajidka ayu galay sufufti ayu simay markaas dadka wuxuu yiri istaw ayu yiri markuu ogaaday dadki inay safki toosiyeen oo wax khalal uu san jirin ayu dadki hormaray takbiratu ihram ayu leeyimid salaadi fajrka ayu galay dadkina ayu usan is arkaynin si fiican mugdiga dartiisa iyo iftiin iyo noor iyo maysan jirin masajidka nabi sallallahu alayhi wasallam مركو تكبير تحرتي كدب وصورة الفاتحة وأخري أي وحاك صبحي مسجد كده حدي سنين مجرم أه أو مجوسي أه أو قلبه سعرا مسلمين تو قب أي كب حسن تي حقدي مركاس صفكي جيسكي سأي صوم مري السجود دقدقة هي حق خليفة أنا أصعده خليفة حقي سن أصعده باللابا أيوتي خنجر أو باللابا أيوتي أو لبضة دين عبا أفكله مركاسا wuxuu ka duray ama uu ku dhuftay bilaabihi khaliifadii muslimiinta Umar bin Khattab radiyallahu anhu calooshiisa kadibna maaratay dhowr jeer ayuu raaciyay ayuu duray markaasuu dhacay Faaruq isagoo dhiiggiisa ku galangalan hayo codkiisi ayaa dadkii ka go'ay dadkii markaa daba taagnaa safkii gadaal dambe a taagnaa ayaa waxay guda galeen inay maxan ku raahdaayay ay gacmaha isku qaraacayaan إليه معناها إني محاكر هذا إيه تسبيح سنها يا ربا أو سبحان الله سبحان الله إليه هنا يقو أم بلين هاي إن أسهوي أما صلاة أوه المامي ننكي مجوسيها إياه تغي أبو لؤلؤة يسوغ صفوف مسلمين تدحقوين هاي مما رقف إلا محاكو إرهضاي بالله أوه تأيو كدور هاي أو هدنا متسو ميسان أها إلا أو كدوري أو بالله به ما ركتاي أو كدوري سدح إيتبنين أو صحابة رضوان الله عليهم كمده وحصوهر مري مركي دنبي عبد الرحمن بن عوف إساقا أيا قبطي وقول لك ديو لولك أيو ديجي عمر نوال حنباري مركو لولك ديجي نوحو إساقا ديجي معناه قاشان أو قعانت أو كوها يستي أيو قاتي أيو إساقا ديجي والغو كل ميددكي صحابة دي أها مركي يقين سدين مجوسيجي مركو يقين سدين مجوسيجي إن محاكو راذا أوسن بحسنينين oo arkay oo gacanta lagu dhigay ayuu isagii maxan ku iraaday isku dilay hadana mididi uu watay ayuu isku dilay Umar radiyallahu anhu Umar al-Faruq waxa loo xambaaray gurigiisi asagoo amir daboolsan muslimiintii oo dhan ay ku kulmeen gurigiisa ayagoo cabsanaayo oo ka cabsanaayo macnaha masiirkiisa iyo halka uu dameen doonto ee muslimiintii maxan ku iraaday madax la'aan ayaa ku dhacayso saxaabadii meesha ay ku kulmeen عمر مدحيس أي استاجن واجي أي بريء وحي جود جلنا إني ويران ومجعيس ويران لقب كيس ويران عمر نمحنك إرادةي مكر الدين هاي عد كودي هذا الكودي كمر الدين هاي صحابة قار كم إذا يا وحي رهذين أو جرن هاي عمر إيه حال ديسة وروح كلا قد عمر كأرجع جحين كرتان مجرو إلا صلاة موياني مركز وحي جود جلنا إني رهذان الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة إن إيرادان ورسالة دي أمير كي مؤمنين تو ورسالة دي أي إيرادين مركز عمر سو براروغي أمير دبول كسو براروغي إن دها أيو كالفوري مركز وحويري الصلاة والله إلهي بان كودارتي أي صلاة دي بان انتو كندي أيو يري مركز ابن عباس أيو ويدي أو حويري سؤاش أبوه الرئيس أو ويدي وحويري وردت كميتو كذين مركز يري ها عمر مركز وحيري رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة
wax dheefi kuma laha qofkii ka taga islaanimada islaamka wax dheef uu ku leeyahay ma laha qofkii salaada ka taga ayuu yiri marka ayaa wuxuu u yeeray biyo ii keen ayuu yiri waa u weysaystay waa uu tukaday asagoo maaragtay dhaawiciisi dhiigga uu ka burqanhayo waa kaafiri innaga maanta innagoo madaxa nagala qabtay keliya madax xanuun keliya ama adduunya darteedana waxaynu uga tegaynay innagoo meelna nagala haynin ayaan salaadii rabbigeen subxaanahu watacaala aynu ka tegaynaa dadkaasna ayagoo dhiiggooda burqanhayo dhaawacooda calooshooda ay jeexan tahay midhicirkoodii gacanta lagu reebahayo ayay salaadii maxaan ku yidhaahdee wax kasta ay kaga qaalisaneyd ayadaa ugu qaalisaneyd marka fiiri xaaladii marka selifka salaada siday ku ahaayeen ayagoo adduunyada ka tegahayo ayay salaadooda maxaan ku yidhaahdaa aysan halmaamaynin lianna nabigooda sala allahu calayhi wasalam ayay ka maqleen markuu adduunyadan ka baxahaye oo uu ka faaruqahayey oo sakaraatulmowtka u hayey ayaa ugu dardaarmay oo wuxuu yidhi asalaah asalaah wamaa malakat aymaanukum war salaada war salaada ayuu yidhi nabi sala allahu calayhi wasalam dardaarankii nabiga ayay haysteen walaalayaal markaa ma doonahayo inaan ka hadlo salaada waajibnimadeeda ama fadligeeda ama axkaamteeda ama sifaadkeeda waxaasoo dhan kama hadlahayo waxaanu harkan rabaa inaan ka hadla waxaa weeye axwaashii salafka dadkii inaga horreeyey iyo akhbaartoodii iyo siday ku ahaayeen waajibkan ilaahay subxaanahu watacaala dusha uu naga saaray inaan ka istaagno afar dhinac keliya midka afartaa dhinac oon kana istaagayna waxaanu usoo qaadanayna waxaa weeye in quluubteenna markii akhbaartaa loo sheegay inay baraarugto oo maxaan ku yidhahdaa halmaanka iyo qaflada aynu ku jirno inuu ka kacno iyo maxaan ku yidhahdaa inaynu ku dayanno dadkii ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyay faqsus ilqasas lacallahum yatafakkaruun waxaynu qisasta u keenayna waxaa weeyaane in maxaan ku yidhahnaa inu ku baraarugno ayaa la doonahayaa midda ugu horeyso oon kaga hadlahayo salaada safaxaadka ka mid ee afarta midda koowaad ee waxaa weeye quluubtooda siay ugu xirneed salaada alle subxaanahu watacaala lianna waxaasaynu garanaynaa quluubta bashariyada markay wax jeclaato waa ay ku tahdaa shaygaasna waa uu ku dhegaa qalbiga hadduu jeclaado saxaabada ridwaanu ullaahi calayhim markay wax jeclaadaan waxa ay u jeclaanaya waxaa weeye ay ku carari jireen waxaa weeyaane salaada taasaa wahiil u ahayd raaxa u ahayd nabiga sala allahu calayhi wasalam idaa xasabahu amrun arrin markuu ku soo dariyey nebi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fasica ila salaah waxa uu argagixi jiray nabi sala allahu calayhi wasalam salaada lianna siduu u jecel yahay nabi sal allahu calayhi wasalam qalbigiisana ay ugu xiran tahay ayuu wuxuu bilaal ku dhihi jiray arixnaa biha yaa bilaal bilaalow inoogu raaxay salaada ayuu dhihi jiray nabi sala allahu calayhi wasalam maaragtay annaga meeshaynu leenahay inaga dedeji aan iska ridee waxaad u malaysaa kiintaallo dhabarkan inaga saarnaa iyo culays inaynu iska rideyno iska dejinayna salaadan iska soo ridahayaabaad maqlaysaa dadkaasna way ku raaxaysan jireen qalbigoodaba ayada ayuu ku xirnaa nabigana sal allahu calayhi wasalam marar badanaad arkaysaa wuxuu leeyahay wajucilat quratu caynii fi salaa ayuu leeyahay nabi sal allahu calayhi wasalam saxaabada haddaynu ka soo qaadanay cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu waqtigii zamankiisa waxaa lagu yaqaanay nin istaag badan habeenkii oo dhan salaada maxaan ku yidhahdaa tukado salaada inuu ahaa qalbigiisana inuu ku xirnaa nin isagoo kale uusan jirin waqtigii zamankiisa tabaraani ayaa wuxuu warinhayaa cuhmaan xaaskiisii radia allahu canha ayaa waxay leedahay markii cuhmaan ay damceen nimankii khawaarijta inay dilaan oo ay maxaan ku yidhahdaa ay isku wareejiyeen gurigiisii xayndaabkii asagina muslimiintii uu u diiday saxaabadii inay difaacaan oo u yidhi nin kasta gurigiisa ha fariisto cid difaaci karta ma jirto ay guriga ugu soo galeen gabadhii iyadaa ku hortagtay xaaskiisa ayd markaase waxay tidhi haddaad dilaysaan iyo haddaad iska dheefaysaanba waxaad ogaataan inuu ahaa cuhmaan habeenkii oo dhan mid nooleeyo hal ragcad qur-aanka oo dhan ku tukado ku jamciyo inuu ahaa taas ogaaday tiri markaas fiiri hal ragcad keliya ayaa 114 oo dhan uu ku tukan jiray waa qiimada ay la lahayd iyo naftiisa oo jeclaatay salaada oo ku xirantay markaa kuma daalahayo waa wax uu ku raaxaysanayo annaga meesha aan tv-ga macaa oo dhan kusoo jeedahayno oon korba filim buu noo soo dhiibahayo maxaan ku dhaha waagu nagu baryahay ee nafteeniyaa ku dhegtayo saas ayay jeclaatay marka waxay nafta jeclaatana waxaa weeye lagama fujin karo waa ay ku dhegaysaa ayaga waxaa weeye qalbigooda wuxuu raacay salaadii alle subxaanahu watacaala waxaa garanaysaan caalimkii ummadda oo qur-aanka fasirkiisa ibnu cabaas radiallahu canhu
markii uu maxanku iraahday uu weynaaday ayaa waxa ku dhacday in dhoola ayuu noqday noloshiisa markii uu dambeeyay taqtarkiisi ayaa wuxuu yiri ninkii tabiibka ahaa nudaawika ala an tusalli mustalqiya waan ku daaweynaynaa laakiin bishardi inaad ku tukato adiga oo jiifto oo maaragtay qadaadka dhulka ku hayo oo mustalqi ah in aad salaada tukato shardigaasaan kugu daaweynaya ayuu yiri markaasa ee waxa weeye wada inuu ka tago sujuudi uusan sujuudin jamaacadii uu ka tago maalmo guriga uu fadhiyo ibnu cabaas radiallahu canhu waxa uu doortay inuu indhoolo noqdo iya wuxuu yiri lianna salaata aljamaaca watamriiqa wajhihi bisujuudi axabu ilayhi min basarihi in maxaanku iraahday salaada jamaacada uu ku tukado wejigiisana dhulka uu ku rugo sujuudda ilaahay subxaanahu watacaala isagoo u sujuudhaya ayaa waxaa laga jecel yahay indhihiisa indhihiisa wuxuu ka jecel yahay inuu ilaahay dartii subxaanahu watacaala wejiga dhulka u dhiga ninka caalimka ah isagana ee qur-aanka la jahri jiray saxaabiga cabdullahi bin mascuud radiallahu canhu waxaa la yidhi sidii qalbigiisa ee ugu xirnayd salaada iyo uu u jeclaa ayaa wuxuu ahaa أنه كان يدعو صيام النافل وحكته جري صلاة معناها صوم كسنة موسى صوم يجرين أو حوري يجري لأن الصيام يضعف عن صلاة صوم كما حانكو هذا وحوك الضعيفين هيا صلاة وستاقة انت أصور ركعة يوتو جري مالك يوردن أو سنة مرك صلاة وحوك جعل صومك صلاة وكجعل عدي من أبي حاتم رضي الله عنه أسغنت أسوك الشيكين هيا سيد قلبي يسا وحرنا صلاة وحرنا وحوليها وقت صلاة ma imaanin ilaa hadduu yimaado waqti salaad wuxuu ii imaanhayaa anigoo diyaar u ah salaadii haddana waqtiga salaada waxay iisoo gelaysa anoo hilo u qabo salaadii oo goormee la gaari doonaa duhurkii goormee la gaari doonaa casirkii alla waqtigii salaada ma kuu soo galo anoo leh ayay salaadii ii imaan jirtay ayuu leeyahay ibnu mubaarak akhrajahu ibnu mubaarak ayaa soo saaray midda labaad oo salaada safaxaadkeeda ka mid a inaan ka hadla ah waxa weeyaan shiddatu muxaafadatihim cala salaa sida ay salaada u xifdin jireen ay ugu dadaali jireen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaa isagoo amrahaya wuxuu leeyahay xaafiduu cala salaati wasalaati alwusta war salaadaha xaafiduu cala salawaat war salaadaha xifdiya ayuu leeyay ilaahi subxaanahu watacaala salaadaha xifdiya haddana salaatu lwusta salaada casirka ayay culimmada ku fasireen salaadaasna xifdiya ayuu leeyahay alle subxaanahu watacaala آيات كال إله وحولي والذين هم على صلاة على صلواتهم يحافظون آيات كال إله وحولي والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلوات على صلاتهم يحافظون أحاديث أرنكا كسو أرورتين فضل أي لذه صلاة أولا حفظي وقت هذا الوحفظي وأي فرب ظنتهي هذين سوق هذا مرك إن كمد أه رقي صحابة أها يتابعين تدين وحكا سوق هذا نبي صلى الله عليه وسلم صاحب كي سو عديم نحبي حاتم وحوليه اسغا نفس دي سو وكليه ما نودي للصلاه منذ اسلمت الا وانا على وضوء صلاه لو ما اذا من ايريه لو ما وعين ددكي مركان اسلامي لغا سو بلاو الا اني او ويس قبن با ددك لو وعي جرو اذانك او دحي جري يا سو ديار او اها صلاه دي ايو اذانك كو دحي جري امام التابعين سعيد بن مسيب رضي الله اسغا نمحكو اراده الله كرا لي نقضي وحوليه يقول له أحد أصحابه قف مارته أصحاب تيسا كم داي أردد سيا وحوير محاك رياده داد معناها أد باديها داد كون نولان لهد كورن نكاسا وحوير فكيف بشهود العتمة بل كورن سين أصو حاضر لها أيوير صلاة عشاها مركي مارته ملك موتكي وكسو الدقي سعيد سكرات الموتكي وكسو الدقي مدي حيسا يا وحا استاغي قبلي حيسا وقبلا او دالي اساغا يغو اوين هيان او كو اوين هيان كتاقيتان كا ابوهد وكا فاروقا هيا الدنيا دا يا سيغوتين كا او سيغوتين هيا يغو كم مرغون هيا ايا وحي يره ده ايا محان كره ده اوهين مدي حيسا إلا فريستين مركاسا وحي ويري احسن الظن بالله الهي سبحانه وتعالى ملونا اكسن كم ملايستا الهي بان قرد ارتي فوالله ما فاتتني تكبيرة الاحرام في هذا المسجد منذ 40 سنة إلهي بان قرد ارتي ميسن إيجتين تكبيرة الإحرام مساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم لحديثنا سنة ميسن إيجتين أفرتن سنة أفرتن سنة وحولية تكبيرة الإحرام إيجمتين أيو إليه سليمان بن مهران الأعمش نك لو يقالنا الملقب بالأعمش وحولية سجنا لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة تكبيرة الإحرام أو محاكور هذا الله أكبرت وقوه الرئيس صلاة لو قلا يا أهل حوير إيه ميسن تقين أفرتن سنة أيولي إبراهيم بن ميمون المروزي أسغن أحد الرجالات الحديثة وحولي أيها وحولي هاي وحو أهانين براها قلاليه ما
معنا تمال أيو أهيو برا دلاليس أيو أها مركي أو محاكو إرهاده كر أو قاضو باهشان لغوتهم محاكو رابراها دوبها لغوتهم مركو كر أو قاضو هدي أو مقلو آذانك أو دعهايو موسم كل علين جرين الرولك أيو ديجي جري مركاسو صلاة ديك آذي جري عامر ابن عبد الله ابن زبير أساقنا وحو أها إلهي سبحانه وتعالى إن بضنبا وحو كبري يجري وحو دي جري إلهي وحاكو ديسنها يا الميتة الحسنة اللهم إني أسألك الميتة الحسنة إلهي وقيريد ونكسن أيانك ويديسنها يا أيوليه جري تاسو إلهي مركز تكبر يجري مركي لو يديو ليري وما الميتة الحسنة ورقيريد ونكسن إلهي ويديسن يسوام حي مركي ليرين الحوير أن يتوفاني الله وأنا ساجد وإلهي سبحانه وتعالى إنو أفسداني وسجوسا إلهي سبحانه وتعالى وأرمي أرنكيسي يدي دي لذيسي إلهي سبحانه وتعالى وكر جينها وقارسي حالي مركي كسو دكتي غيري دي ملك الموت كي وحي أهيد صلاة مخرك كهوري مركي أمك لي حي على صلاة حي على الفلاح آذانك مؤدنك وآدمها صلاة مخرب وآدمها يا مركو أمك لي أيه وحكويري أهل كيسي يحنبارو مسايدك يحنبار مركي سيو حيير هذين إلهي باكو عدر داري هذي أنا واجرنتهاي نين مريض أياتهاي عدر دار أياهاي ستاي محاكو راه آد بدو حانو سنتي هل كان إسكيغتكو مركاسه وحيري اسمع حي على صلاه حي على الفلاح موحان مقلي رساله دي لسكو يره وديبانته او كاليه للي هي ورسالته او كاليه ميان كهرهيا هذا ما اجيبها يميا مي ما سمينها ور يحنبار ويري مسايد كي يحنبار ويحنبارين وقربها اي كو قادين مركي مسايد كلغي ددكي ايو لا توكدي اسو فدي كو توكن هيو سجدتي او دنبيس ركعتي او دنبيس مغربكا ركعتي سدحات مركي لا سجودي سجودي ودن بيسي لا سجودي أي إله سبحانه وتعالى نفتي وكقاضي وكقب ضوضي خاتمة ونكسن أي كل انتي تاسو نولاي ومركو نولاني إله سبحانه وتعالى ويدي سنجري صلاة وبدن جري قبل قلبي سنة أي كحر نيدو حتك قراني سنين جيري دي هاي سوحانون كي هاي وحدان إلي مسايد كي مسايد كي إيجي يلي أيات كقراني سنة تاس أي داوي مدة سدحاد وحوي أنا هدي صلاة كتكت أرنك سدحاد روينا كهذا وحوي أنا هدي صلاة كتكتو آد بيقوم من جرين مركي صلاة كتكتو حسر أي شلايت أي ندام أي دريم جرين ونفس الضوء آد يقول دريم جرين صلاة جماعة هدي كتكتو أرنك إسقى هو فرب ذي هدي نكسو قاضي النبي صلى الله عليه وسلم تكجرني سمركي خندقي نمكي أحزاب تسبه يستي النبي دوال أول قال وحويري دقال كود مركو كم مشغول وكان ويري صلاة عصر كأيا كتكتو وقت الدنباء يوغا دي مركز الحويري شغالونا عن صلاة الوسطى وحي نغا مشغولين صلاة الحيساء اي نغا مشغولين أصوى الشلايتون هيا قالادان حبار هيا أيا الحويري نبي ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا إلهي سبحانه وتعالى هكبو حيو قريوه ذي قبرية ضوضم النار الله هكبو حيو نبي صلى الله عليه وسلم صحابنا عبد الله بن عمر وحالي روحا كتكتي صلاة العشاء مع الجماعة موسى كتكنين صلاة جماعة العشاء أيا كتكتي فأحيا تلك الليلة بالصلاة هبينك يوردن أي تكن هاي تحصرا على فوت أجره أجرك كتك صلاة جماعة أجر كذا كتك درت هذا سي أجرك أقول من لابه أي هبينك يوردن أي صلاة تكن هاي محمد بن سماعة التميم يا الحلي هاي أفرت صلاة تكبيرة تكبيرة أهر صلاة دلوقة تكبيرة الإحرام إلا إجمي سنتين إلا مالك هو إذا أي لما تكلية إجتك تي مالك هسنا وحانت كذا أيوهري 25 صلاة أريد التضعيف يا لواتن إيشان صلاة أيانتو كذي أنا دونها هي إنا لب الله مؤجر كي يجتقي سعيد من عبد العزيز التنوخي إمام الشام أهل الشام أيو أها زمن كيسي حالي لمركي صلاة الجماعة أي كتكتو ووأنجر وهنا يلفر يسنجر سيدة المير عمله ويدي سمارتي أما أبيس أو قراء عمل أما إسوحانا جي أوكالي أيو أهين لفر يسنجري يا مروك وكقبة كلية صلاة جماعة كتكتي إنها ما أنت قول ميقاتير أي نغتكتا صلاة وحلكوا بكرم لها لأن قلبي جانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقد أي أقري رجي أسجع محاكور هذا قبل هذا وشقين جري وقلب تيره أفديه أي ورقد أقري أسجع الله هذا وحير إن أهم أموركم عندي الصلاة أرنكم أنا محاكور هذا يقدر أن أكتينا وصلاة أيير من حفظها وحافظ عليها قفك صلاة حفظية وإلالية حفظ دينها قفك سوى حفظية دين تيسا قفك صلاة ضيعنا فهو لما سواها أضيع وحي أيضا كصهرنا قفك سوى ضيعة يا مر صلاة ربي هدو ضيعة ومن نام عنها قفك صلاة كسحدن وحير فلا نامت عينه إشي سمسيحة ووهباري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
isagu nooga sheekeynahay zaman kiisi asagu u joogay qofkii salaada jamaacada ka taga sida loo arkahayay ayaa wuxuu yiri waxaad arkaysaa ayuu yiri qof salaada kama tago waqtigeeni ilaa waxaa loo arkayaa qofkaas inuu munaafiq yahay haddana la yaqaano munaafiqnimadiisa markaasaa waxaad arkaysaa ayuu yiri nin xanuunsan oo laba nin labada garba intay ka soo galaan la soo jiidahayo saa lagu soo keenahayo safka la istaajinahayo oo labada garbood laga soo galay xanuun kaliini dee aan la socon karin isagii intaa wuxuu ka cabsanahay in macnaha munaafiqnimo lagu tilmaamo marka waxaa kaluu leeyahay cabdullaahi ibni cumar kunnaa idaa faqadna alrajulu fi lfajri aw alcishaa qofka haddaynu ka weyna salaada fajar uusan imaanin masaajidka ama salaada cishaha masaajidka haddii laga waayo asa'naa bihi dhan mala xun ayaan ka malaysan jirnay oo inuu munaafiq yahay ayaynu malaysan jirnay midda afraad aan kusoo koobaya waxaa weeye khushuucdooda salaada ay ku khushuuci jireen raggii selafka ahaa selafka ridwaanullaahi calayhim markaad u fiirsato arrinkooda waad la tacajabaysaa waxaad arkaysaa nin masaajidkii minjaniikha bahalka dee maxaan ku rahday ku dagaalami jireen saxaabadii oo masaajidkaba haddii lagu dhuftay dhinac ciliil ka duminhayaa masaajid lagu dhuftay nin asagoo salaada ku jiro salaadu ka nahayo oo raggii selafkii ka mid ah ma uusan ku baraarugin arrinkaas markuu salaada ka baxay unbuu arkay boorkii iyo masaajidka oo dhinac ka dumayay waxaana war maxaa dhacay uu yidhi markaasaa leeyay war ma haysid miya masaajidka waxaa ku dhacay war uma haynin markaasuu yidhi wallaahi billaahi salaadaan ku mashquulsanaa ayuu yidhi wixii dhacay wax aan war u hayay ma aha wuxuun ahaa ninkaas la sheegay caliy ibni xuseyn almulaqabi zayn alcaabidiin ayuu ahaa ninka masaajidka dhinac uu kasoo dumay maxaan ku irahday tiirarkii masaajidka dhinac ay kasoo dumeen ayaa isagana lagu sheegaa maxaan ku irahday waxaa kaloo ka mid ah ninka la dhihi jiray ibnu jurayj ra'aytu cadaa ibnu abi rabax wuxuu leeyahy waxaan arkay cadaa ibnu abi rabax ayaan arkay markuu weynaaday oo haddana uu daciifay asagoo maxaan ku irahday yaquumu ila salaa salaadu wuu istaagayaa fayaqra'u mi'atay aaya min albaqara wahuwa qaa'im asagoo taagan ayuu haddana akrinaya waa nin waayeelo oday oo daciifay oo tabar dhigay xataa riwaayadka qaar waxay soo guuriyeen marka xataa istaaga intuu kari waayaa garbaha intii la qabtaa la istaajin markii la istaajiyo sidaas ayuu ku tukanhayaa salaadii bal fiiri siday ugu dadaali jireen ee salaadii ay uga murgi jireen saxaabadii iyo dadkii selafka ahaa saas ayay ku ahaayeen innagana waxaa weeyaane maanta annagoo meelna inanaga haynin waxba nagala haynin oo ilaahay caafimaad uu nasiiyey wax kastana uu noo dhammaystiray ayaan salaadii maxaan ku rahdaa ku ciyaarinaa ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyey khayrka kuwii salaada ku dadaalo ilaahay subxaanahu watacaala hanaga dhigay iimaanka ilaahay hanagu sugo ilaah hana jeclaysiiyey qalbigeena cibaadada iyo allah subxaanahu watacaala cabsidiisana allah ku xiro intaas aynu kusoo koobahayaa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam.